إذا كان الدكتور محمد فتحي ولا الدكتور خالد ولا محمد شعبان ولا أي حد في الهيئة يرضى يقعد خمس دقائق بس داخل سكن من دي؟ احنا مش عارفين مشوار ما نمشي. افتح 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 خش يا استاذ وسام تعال اللي الناس عايزه بينفع بص يا باشا بص تعالى بص هنا كده دي السكن اللي احنا عايشين فيه دي سكن والمهندس يقول لك انا ماليش دعوه مش انا تقع ولا تقول انا مالي المهندس المعماري بتاعنا اللي جايبينه عندنا بص الحيط عامل ازاي بص لي وضع اصلا وضع بص 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 شفتها شوف ركز في عجارب يا عم وشفاشة وتعبيب بكل حاجة بكل حاجة ما العيشش بص اهو وأوضة زي دي أطفال بتنام على أرضية زي ديت كده يرضى ربنا يرضى ربنا لما عيال صغيرة زي اللي قاعدين بره دولت يناموا هنا عشان الأب والأم يناموا هناك بص شوف صور اللي تحت شوف الخرمة قد إيه في 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 داخل تعبيب بص صور أنا بس وهذا الجدار من تحته أيوه ده أهو على النط يا إخوان على أرض أنا إخوان تعالى اتفرج هنا بقى شوف زحمه جوه الموسيقى والصعود صور حضرتك كده صور لا عندنا جديد هنا النمر